دلوقتي مشاهدينا خلينا ننتقل لليندا واخر الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ليندا اهلا بيكي مره ثانيه. اهلا بيكي يا جوانا. الحقيقه معانا اخبار مختلفه النهارده، ويمكن ابرزها على الصعيد المحلي هو فوز الاهلي على سان داونز. تعالوا نشوف التفاصيل بقى. الأهلي حقق فوز مهم قدام سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. سجل أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وهيقابل الأهلي سان داونز مرة تانية في مباراة العودة في جنوب أفريقيا يوم السبت اللي جاي. الترجي التونسي خسر من فريق شباب بالوزداد الجزائري 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب 5 يوليو الأولمبي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهتتلعب مباراة العودة بين الفريقين الأسبوع اللي جاي على ملعب رادس في العاصمة التونسية. كمان فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بقى قريب من نص نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ما حقق فوز كبير على فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت بين الفريقين على ملعب ساكر سيتي في ذهاب ربع النهائي من المسابقة، وهتتلعب مباراة العودة بين الفريقين الأسبوع اللي جاي في العاصمة التنزانية دار السلام. فريق لاستر سيتي تم تتويجه بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بعد ما حقق فوز صعب على فريق تشيلسي بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن في المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة. فريق روما الإيطالي فاز في ديربي العاصمة الإيطالية قدام لاتسيو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب الأولمبيكو ضمن مواجهات الجولة 37 من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي. بالنتيجة دي رصيد روما بقى 61 نقطة وبيحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة وعنده مباراة مؤجلة قدام تورينو. يوفنتوس الإيطالي حقق الفوز على فريق إنتر ميلان بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين في قمة مواجهات الجولة 37 من منافسات الدوري الإيطالي، وبكده اليوفي بيجدد أماله أنه يتأهل لدوري أبطال أوروبا. بالنتيجة دي رصيد يوفنتوس أصبح 75 نقطة في المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان في الصدارة برصيد 88 نقطة وضمن اللقب بشكل رسمي. فريق أتلانتا ضمن تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد ما اكتسح فريق جونوا بنتيجة 4-3 في منافسات الجولة 37 من لقاء العودة في الدور الثاني في مسابقة الدوري الإيطالي. بالفوز ده بيحتل أتلانتا وصافة الدوري الإيطالي والمركز الثاني برصيد 78 نقطة جمعها من 37 مباراة، وجونوا بقى في المركز ال 14 برصيد 39 نقطة. وبكده مشاهدينا خلصت اخبارنا الرياضيه. دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمان عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا ليندا، شكرا جزيلا.